الموضوع اللي أنا عايزة ألفت نظركم ليه هو موضوع الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها السودانيين الموجودين في مصر. وما بنقبل الدية، الدم قصاد الدم، وما بنقبل الدية، الدم قصاد الدم، وما بنقبل الدية. دم ولدنا ما حاجة سهلة، ده في النهاية دم سوداني. ما في حاجة خلت المفوضية تلعبينا إلا تقسيمنا لقبائل. محمد حسن عبد الله عمره 13 سنة، تم طعنه على يد مجدي مصري رجل عمره 50 سنة، طعنه داخل بيت أهله طعنات قاتلة في جميع أنحاء جسده، حتى وتركوا غرقان في دمائه وجسمه كله كان متقطع من الطعنات، حتى توفى بين ايدين والدته. وطبعا هو اتهجم على بيته والرجاله ما كانوش موجودين، وتسمع بس في الفيديو صرخات النساء. كل ما على حضرتك تعمله، لاني مش هقدر انزل الفيديو بتاعه، طبعا هيتمسح الفيديو مباشرة، انك هتدخل على الفيسبوك واكتب مقتل الطفل السوداني، علشان هتفاجأ بحقيقي تصوير مؤلم جدا وبشع، ولا يمكن انك تتخيل ان حاجة بالشكل ده تحصل من غير ما يستطيع الطفل ان يتمكن هو او اهله. اولا لم يستطيع اهله انقاذه، رقم اتنين نتتخيل ان مش عارفين يجيبوا حقه لغاية دلوقتي، مش عارفين يتسلموا جثمانه. الجالية السودانية في حالة من الغضب، مش بس من هذه الحادثة، لكن كمية التنمر المتتالي على الجالية السودانية، مع انهم بيعيشوا في سلام، مع انهم بيسعوا للعمل وايجاد فرص للحياة. طبعا اول زول اسعف الطفل اسعفته انا، الفيديوهات واللايفات دي كلها صورتها انا، وكان الطفل بيستنجد بيا خالص، ومجرد ما شافني بقى يقول لي يا استاذه منيره انا لقيته مرمي على الارض ومنتهي خالص، شغال يا استاذه منيره انغزيني، يا استاذه منيره انغزيني، انا عمك مجدي قتلني وانا ما جيت عليه، هو اللي جاء عليا وهو اللي عايز يعمل لي، وانتوا لازم تاخدوا حقي من عمو مجدي، لازم تاخدوا حقي من عمو مجدي، لازم يا استاذه منيره. وبقى يقول لي لقنيني شهاده شهوه ديني، والواد مضروب في كل انحاء جسمه، في كل انحاء جسمه، بقيت انا اشهوده. بقى يقول لي، بقول له يا حبيبي يا محمد انت ان شاء الله ان شاء الله ما حتموت حتحيا. قال لي برضو انا حتى لو ما حموت يا استاذه منيره انت لقنيني، قولي لي الشهاده. بقيت انا بقول له الشهاده وبردد له الشهاده وهو بشيل الشهاده، بس الواد مضروب في كل انحاء جسمه، في كل انحاء جسمه مضروب، في ايده مضروب، في اضانه مقطوعه، في تحت الاضان مطعون، في ايدينه كلها، يعني ايدينه كلها، وهو اصلا كان قاوم تقريبا، ليه؟ لانه اصابعه كلها مجرحه، وفي نفس الوقت مضروب الولد ده في خصيته بسكينه. فنحن حاولنا، بعد انا حاولت اعمل الاسعاف الاولي ما في اي استجابه، وكان اتصلت بالاسعاف، اتصلت بمنظمه فيستيك، اتصلت بمنظمه سانت اندرو، ناس سانت اندرو كانوا معانا مباشره، كانت استاذه علا معانا مباشر وانا بصور لها الولد، وكانت استاذه نجات معانا مباشر، وكان من اتحاد المعلمين استاذ بشير جامع برضه هو كان مباشر معانا اثناء الولد قبل ما نرفعوه. هم اتصلوا برضه بسيف شيلدرين وكلموهم، وكان دكتور وسيم مستنيهم هناك في المستشفى اللي هو من منظمه سانت اندرو، والاسعاف ما استجاب لنا. انا اتصلت بالاسعاف، ومحجوب عمه اتصل بالاسعاف، الاسعاف ما استجاب لنا، فبالتالي محجوب جرى بسرعه وجاب له عربيه من الشارع، ورفعنا الولد وديناه مستشفى فودافون. في البدايه ما استجابت، قالوا الحاله دي خطيره، نحن ما حنقدر نمسكه، وكان فيه نفس وكان بيتنفس، لا من وصل لمستشفى فودافون الولد ده كان بيتنفس. احنا مش عاتقينهم ما بين تنمر وبيتنمروا على الولاد في المدارس، في إهانة ليهم، وفي خلافات مادية، لما بيخشوا مع حد في فلوس بيسرقهم على أساس إن هم موجودين في البلد كلاجئين، ومفيش ليهم حقوق ومفيش حد يدافع عنهم. لكن لما توصل لمرحلة القتل لطفل ملوش
يعني ملوش ذنب في الحياة إن أبوه اختلف مع واحد في خلاف مادي. طب هو كان ذنبه إيه؟ طفل صغير 13 سنة. الحقيقة قصة حزينة جدا وأولى باهتمامنا ودعمنا وإن احنا نلفت إليها الأنظار. إزاي هنقدر نجيب حق هذا الطفل اللي قتل وأهله مش عارفين يستلموه؟ متى تتوقف الإهانات التي يتعرض ليها السودانيين وأصحاب أو اللاجئين من نيجيريا أو من أي أصحاب البشرة السمراء اللي موجودين داخل جمهورية مصر العربية؟ إمتى يا هانم هتلتفتي إنك تعلمي ابنك إن إحنا سواسية بنتفق مع بعض مهما نختلف لون بشرتنا أو نختلف خلفياتنا؟ إحنا في الآخر إنسان، إحنا في الآخر إنسان. فالأم عليها دور كبير ودور للأسف الشديد غايب. تحياتي ليكم وبطلب منكم جميعا البحث وراء الموضوع. اكتبوا تاني، بنبهكم، اكتبوا مقتل الطفل السوداني علشان تشوفوا الجريمة البشعة. في طفل مات واتقتل جوه مصر وهو سوداني، جم لينا هنا علشان يتحموا ويعيشوا حياة كويسة، ولادهم بيتعرضوا للتنمر واتقتلوا، ابنه اتقتل داخل مصر علشان خلاف مادي وحقه لازم يرجع. أشوفكم على خير.